التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعين الاعزاء، ويسير على بركه الله وتوفيقه شوطنا الرابع الذي خصصه لفئات الجعدان الى المقدمه والى البدايه الاولى. وهنا زعفران لهجس يحيى السلم بضم رسيب بن احمد بن فريده. اما في المركز الثاني، في المركز الثاني اتابع الوصول من ميهاب مبارك بن راشد المتفيج الابتبي. اما النغله الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث غازي سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هذا شاهين لهجن الرياسه واحمد بن مطرب المايد الخيلي يضمره ويتابعه. بينما في خامس المراكز، في المركز الخامس هو مستند العجيل بن محمد بصوب الابتبي ياتي على المركز الخامس. وسادس المراكز هذا عديم خميس ميم اظن يمعه الغويس السويدي ياتي الان على المركز السادس في هذه العضات. والمركز السابع يتابع ياتي في هذه الاندفاعه مسعف لسالم بن علي بن سعيد بالاسود ياتي على المركز السابع وثامن المراكز. المركز الثامن هذا راهي عبد الله بطير بن سهيل العامري، وتاسعا يتقدم ويندفع في هذه اللحظات مخلاب الصغير بن علي بن سعيد العوامي، وعاشر المراكز. المركز العاشر ياتي الان ويتقدم اللي هو الصامد سعيد بن عبد الله بطير العامري على المركز العاشر. هذه هي النتيجه والنزال العشر المراكز الاولى. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، وهذا هو زعفران لهجن سيح السلم مسيطرا على مقدمة الشوط، ويضمره سيف بن أحمد بن فريدة يقوده في عملية تضميره وتدريبه. بينما في المركز الثاني هذا شاهين لهجن الرياسة يضمره أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث عندنا مخلاب صغير بن علي بن سعيد العوامي يتقدم في، وهذا مسعف، مسعف نعم مسعف اللي غادم لسالم بن علي بن سعيد بالاسود على المركز الثالث. بينما في المركز الرابع غازي بن سعيد بن عبد الله الرميثي. وفي المركز الخامس هذا اللي غادم اللي جاي مخلاب صغير بن علي بن سعيد العوامي على المركز الخامس. هذه هي المراكز الاولى المتقدمه، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة إلى البداية الأولى في هذه اللحظات. زعفران يا زعفران، زعفران اللي على المقدمة، زعفران اللي على الصدارة الأولى في هذه اللحظات. يجلس يحيى السلم وسيف بن أحمد بن فريدة يغوز في تضميره، ولكن راغب لمسعف سالم بن علي بالأسود ياتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هناك شاهين لهجن الرياسه يضم احمد بن ترب المايد الخيالي ثلاثيه، ثلاثيه رائعه، ثلاثيه رائعه. ومسعف، مسعف اللي على المقدمه، مسعف اللي على الصداره. روح
روح يا مالك مسعف روح روح الله وياك مع هذه الاندفاع. زعفران ومسعف زعفران ومسعف ولكننا زعفران يعود للمعركة وجاهين لهجن الرئاسة. أحمد المفرد المايد الخيالي في عملية تضمير ثلاثية ثلاثية رايعة ثلاثية رايعة. الله ما شاء الله ما شاء الله على التحدي والإثارة. مسعف على المقدمة بالأسود وشعار دين الرياسة شعار دين الرياسة. هناك شاهين لدين الرياسة أحمد المطر المايد الخيالي سلام فيلسوف الأمتار الأخيرة ينتزع الناموس ينتزع الفوز تهدين لدين الرياسة ولأحمد المطر المايد الخيالي المركز الثاني مسعف شارب بنادي يسجل الأسود المركز الثالث عمران ليجلس احتلم المركز الرابع عندك يا ابن عمهي أو هذا بالكديد نتأكد المركز الرابع المركز الرابع الرهاوي سلطان الحميد سلطان الكديد المركز الخامس المركز الخامس وصل اللي هو مشجع الكرام الصامت مشجع عبد الله بخير العامي. هذه هي النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام والتوقيت الزمني 6 دقائق و13 ثانية تهانينا والناموس ليجن الحج.